بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمع القاعدة الخامسة من قواعد التصوف لمولانا الشيخ زروق الفاسي الحسني رضي الله عنه وأرضاه. القاعدة الخامسة يقول فيها: إسناد الشيء لأصله والقيام بدليله الخاص به يدفع قول المنكر لحقيقته. ثم قال: وأصل التصوف مقام الإحسان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن معاني صدق التوجه لهذا الأصل راجعة، يعني إليه، وعليه دائرة، يعني ودائرة عليه، إذ لفظه دال على طلب المراقبة الملزومة به، فكان الحض عليها حضا على عينه، كما دار الفقه على مقام الإسلام والأصول على مقام الإيمان، وانتهى إلى حقيقة فقال: فالتصوف، يعني بناء على ما سبق، فالتصوف أحد أجزاء الدين الذي علمه صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ليتعلمه الصحابة رضي الله عنهم، فافهم. مولانا الشيخ زروق في هذه القاعدة كعادته مع ما سبق ومع ما يلحق يؤصل ويقعد لمعنى التصوف. وقلنا يقعد يعني يجعل التصوف علما له قواعد وله مبادئ. هو يريد في من خلال هذه القواعد أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التصوف علم، فكانت مهمته الشاغلة له أن يعني يركز لإفهام العامة والخاصة أن التصوف علم. فأحيانا بيتكلم مع العامة بما يليق بفكرهم ومستواهم، وغالبا ما يتحدث مع العلماء، يعني حديثه في الغالب إلى العلماء، بدليل أنه يقول مثلا: إسناد الشيء لأصله. كلمة إسناد الشيء لأصله ما يفهمهاش العالم. كلمة والقيام بدليله الخاص ما يفهموش العالم. يدفع قول المنكر لحقيقته. في علم البلاغة في درس أو موضوع أو قضية من ضمن القضايا: المسند والمسند إيه؟ إليه. زي يشبه في علم النحو: المضاف والمضاف إيه؟ إليه. عايز يقول لك إنك لو أسندت الشيء لأصله، يعني رجعت الشيء لأصله، أدي واحد، وقمت بالدليل الخاص، يعني قدمت الدليل الخاص عليه، فإن هذا من شأنه أن يدفع قول المنكر لحقيقة هذا الشيء. يعني لما تيجي تقول إيه التصوف بين مثلاً
المتسلفة الذين يزعمون أنهم على طريقة السلف، هم مش قابلين كلمة تصوف ده بأي شكل من الأشكال. يقبلوا شوية كده لو قلنا لهم ده اسمه علم التزكية، يقبلوه شوية، أو يقبلوه على إنه نوع من تربية النفس. لكن لما نيجي نقول لهم التصوف، هذا قول بالنسبة لهم قول منكر. فهنا سيدنا الشيخ زروق بيقول لهم إسناد الشيء إلى أصله كما في علم البلاغة مثلا، والقيام بدليله الخاص كما في علم الفقه مثلا. دليلي الخاص أنا بجيب دليل على الطهارة، أيوة الطهور شطر الإيمان، وبعدين بجيب دليل خاص بالوضوء، بجيب دليل خاص بالغسل، بجيب دليل خاص بالتيمم. أنا عايز هنا الدليل العام ما ينفعش، ما يكفيش، فلازم أجيب له دليل إيه؟ دليل خاص. فلما أجيب أرجع الشيء لأصله وأقول والله أصل التصوف راجع لكذا، هو راجع لإيه؟ العلماء رجعوه لأربع حاجات أو خمس حاجات، لصوفة القفا، قالوا لأنه صوفة القفا يعني الشعر الناعم اللي بيكون في مؤخرة الرأس على القفا شعر ناعم، يعني إيه؟ يعني لين، يعني الصوفي لازم يكون إنسان هين لين سهل. في اللي رجع التصوف للبس الصوف كنوع من التخشن، نوع من الإيه؟ التخشن، لأن هم كانوا زمان بيلبسوا الصوف، الصوف اللي من شعر الغنم والماعز والإبل، صوف، فكان نوع من التخشن، مين يلبس الكلام ده؟ وقالوا التصوف جاي من الصفاء، صفاء النفس. يبقى شوف احنا عمالين نرجع التصوف لإيه؟ لأن صح التصوف صفاء نفس، ولا التصوف راجع نسبة إلى رجل كان اسمه صوفي، صوفيا، كان قبل الإسلام من النساك العباد، رجعوا التصوف في مجمله إلى هذه الأقوال الأربعة أو الخمسة. وإذا التصوف هنا يبقى له أصل ولا ملوش؟ ها؟ له أصل، لكن لو إن هذا غير معلوم لإنسان هو حر، لكن أنا لازم أقول له لا، ده التصوف ده له أصل، أصله من كذا أو من كذا أو من كذا، زي ما إيه تخالف الناس في الصوفي واختلفوا، ولست أرى زي ما قال أحد علمائنا، ولست أرى يعني هذا الوصف إلا اللهم صل على النبي لمن صافى فصوفي حتى لقب الصوفي كده، يعني إيه؟ من الصفاء. يبقى ده له أصل، أيوة له أصل، سواء اعترف به أو بكل هذه الأقوال أو اعترف ببعضها أو لم يعترف، لأنه إذا لم يعترف يبقى اسمه إيه؟ اسمه جاحد، اسمه إيه؟ معاند. لكن هو لو عايز يتعلم هنقول له والله أصل التصوف راجع لكذا أو لكذا أو لكذا أو لكذا أو لكذا. إيه الدليل بتاعه؟ له دليل وله دليل خاص، مش دليل عام كمان. تصوف من الدين، أيوة من الدين. طب اسمه إيه؟ اسمه إيه في الدين؟ اسمه الإحسان. ده الكلام اللي هيشرحه مولانا بعد كده. اسمه الإيه؟ اسمه الإحسان. إذا حد حب يتعلم أو يفهم يعني إيه التصوف؟
وإيه أصوله؟ أو الدليل بتاع التصوف الخاص، الدليل الخاص مش الدليل العام كمان، إيه؟ وقلنا له هو الإحسان. قال ساعتها يندفع قول المنكر لحقيقة هذا الشيء أو لحقيقة التصوف. بدأ مولانا يشرح السطر الأولاني ده أو الفقرة الأولانية في الفقرة الثانية، قال إيه؟ وأصل التصوف، إيه إسناد الشيء لأصله، إيه الأصل؟ وأصل التصوف مقام الإحسان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شرح معنى الإسلام وشرح معنى الإيمان، شرح معنى إيه؟ شرح معنى الإحسان لما قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. قالوا ده معنى المراقبة، يعني واحد بيصلي بس هو واقف بيصلي قائم وخاشع وعينه في موضع سجوده في قيامه أو في ركوعه أو في سجوده، هو يستشعر بدنو الله منه، يعني بقرب الله منه، يستشعر نظر الله إليه. هو حس بالكلام ده؟ قال فهمه كويس. ما هو أن تعبد الله كأنك تراه. الكلام ده في الصلاة بس؟ لا، في الصلاة وفي الصيام وفي كل عبادة، أنت بتقرأ قرآن ولا بتشتغل ولا بتصنع ولا بتزرع ولا أنت ماشي في الشارع ولا أنت بتذاكر ولا أنت في أي حال، أن تعبد الله كأنك إيه؟ هو ده معنى الإيه؟ الإحسان، اللي هو معنى إيه؟ معنى التصوف. فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. هم إن أنت ما أنتش واخد بالك، ما انتش قادر توصل إلى المراقبة بالشكل ده، إن أنت تشوف. طيب إذا كنت أنت لسه ما وصلتش إلى هذا المقام، يبقى لابد أن تستشعر البديل بتاع المعنى ده. إيه البديل بتاع المعنى ده؟ إن هو شايفك، إن مولانا شايفك. يبقى الأولى أن تستشعر أنك إيه؟ تراه. فإن لم تستشعر أنك تراه فاستشعر أنه إيه؟ يراك. وده حقيقة بقى، مش محتاجة إيه؟ كلام. ربنا شايفنا طبعا. قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر وأخفى من السر بعلمه سبحانه وتعالى. إذن الله مطلع علينا، نعم. الله ناظر إلينا، نعم. الله رقيب علينا، كل هذه المعاني. يبقى المعنى الأول للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ولما تكون عندك إحساس إنك شايف ربنا هتبقى المراقبة أعلى. طيب ما انتش مستشعر ديت، أو حالك مش موصلك للحالة ديت، على الأقل لا يكن أقل من أن تستشعر أن الله يرى. وقال إن المعنى ده بقى إيه؟ قال لأن معاني صدق التوجه اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن معاني صدق التوجه لهذا الأصل راجعة، يعني راجعة لهذا الأصل اللي هي معاني إيه؟ معاني المراقبة، راجعة لهذا الأصل وعليه دائرة، يعني تدور على صدق الإيه؟ صدق التوجه، إذ لفظه دال على طلب المراقبة الملزومة به. وطالما لفظ الإحسان، لفظ التصوف
أو لفظ الإحسان أو صدق التوجه يتطلب المراقبة، أن تراقب الله، فمعناها تراقب الله بما يلزم ذلك. فمثلا التاجر هو قاعد يوزن كده، قاعد يوزن، هو بإمكان الوزان هذا، التاجر هذا وهو بيوزن، إنه يغش اللي قدامه في الوزن، أو يغش اللي قدامه وهو بينقله الحبات اللي هيحطها في الكفة، في كفة الميزان. لكن لما يعرف إن طبعا اللي بيشتري اللي قدامه مش واخد باله، لو واخد باله إن ده الحبات اللي هيحطها في الكفة دي صالحة ولا غير صالحة، ولا مدى نضجها، ولا مدى صلاحيتها، ولا كمان يعرف انه هو ممكن يتغش في الميزان ولا ما يعرفش. لكن مين اللي يعرف الكلام ده؟ اللي بيوزن نفسه، اللي هينقي الحب، اللي هينقي اللي هيحطه في الكف. فاذا كان هيراقب ربنا بقى ويقول ربنا اللي بيوزن ده مش اللي بيشتري ده مش شايفني، مش عارف، لكن بس ربنا عارف. ربنا عارف كده، لما حطيت عيني على الحبة دي وشلتها عارف ان انا اخترتها ليه، عشان هي حبة مستوية ناضجة ولا غير مستوية، هبدأ نوى غش ولا مش نوى غش. مين اللي مطلع؟ مطلع على ايه بقى؟ على الفعل، مطلع على السر، على القلب، مطلع على العقل، مطلع على كل شيء. هو ده اللي يقصده مولانا صدق التوجه وطلب المراقبة الملزومة به. إيه اللي يلزم المراقبة؟ أنا عرفت إن ربنا مطلع علي، يقوم إيه؟ أخشع في صلاتي، أصدق في قولي، أكون أمين في تصرفاتي، فكان الحظ عليها حظا على عينه. يعني الحث والدعوة إليه على المراقبة حظا على عين الإيه؟ على عين التصوف أو الإحسان أو أن تعبد الله كأنك تراه. وقال الكلام ده عامل زي إيه بالضبط؟ بالضبط قال: كما دار الفقه على مقام الإسلام، والأصول على مقام الإيه؟ الإيمان. الفقه داير على مقام الإيه؟ الإسلام. أنت اللي هو ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، ها، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ما هو ده الإسلام، أدي مقام الإسلام. الأصول قائمة على الإيه؟ على مقام الإيمان. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ها، ده أصول الإيه؟ أصول الدين، أصول الإيمان. يبقى كما أن الفقه يدور على مقام الإسلام، وأن الأصول تدور على مقام الإيمان، فالتصوف يدور على مقام الإيه؟ على مقام الإحسان. فالتصوف أحد أجزاء الدين الذي علمه صلى الله عليه وسلم جبريل ليتعلمه الصحابة رضي الله عنهم. مولانا ابن ذكري هنا في شرحه طوف حول هذه المعاني، ومن بين هذه المعاني قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال سيدنا ابن حجر: أشار إلى حالتين زي ما شرحناهم كده، أرفعهما أن تغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، كأنه شايف ربنا. مش لازم واحد يقول لك أنا شايف ربنا يعني شايف ربنا والعياذ بالله أو حاشا لله في صورة من الصور، لا، شايف ربنا يعني مقدر جلال ربنا. الله ملء قلبي وملء سمعي وملء بصري وملء كياني وملء حياتي كده.
ادي المعنى. المعنى الثاني ان يستحضر ان الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل. لا مش كده وبس، وكل ما يقول. لا مش كده وبس، وكل ما يفكر فيه. صحيح، ربنا مطلع على الافكار والاقوال والافعال، فانه يراك. قال وهذا تمام الخشيه. وده بيفكرنا بسيدنا يوسف عليه السلام لما راودته امراه العزيز. ها، لولا ان ربنا كان مالي قلب سيدنا يوسف، يعني الله كان ملء قلب سيدنا يوسف، كان سيدنا يوسف وقع فيما أرادت امرأة العزيز. لكن لا، وغلقت، روضته الأول ومش عارف إيه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال لها إيه؟ معاذ الله. يبقى شوف ربنا إيه كان مالي عقل سيدنا يوسف وقلب سيدنا يوسف وكيان سيدنا يوسف. قال لا لا لا، معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال لا، يبقى فاهم، شوف واخدين بالكم الكلام؟ معاذ الله، إنه ربي. طب ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى. ها، لولا أن إيه؟ رأى، رأى ولا ما رأى؟ رأى إيه؟ رأى برهان ربه، رأى تأييد ربه، رأى خشية ربه، مراقبة ربه، رأى. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أدي اللي احنا بنتكلم فيه بقى، وقس على ذلك. ولذلك نقول وبكل فخر أن القرآن الكريم عاش أحوال الإنسان، كل أحوال الإنسان، يعني حتى عاش مع الست حال المراهقة. هي كانت ست وشابة، ولكن يعني نزلت من فوق إلى حال المراهقة. طب ولما وصلت لحال المراهقة، الحمد لله، كان في المقابل وجدت الرجل، رغم انه شباب لسه ما ملوش عشرة بالنساء، لكن وجدت رجلا حكيما رشيدا تقيا. وفي هذا درس لكل الشباب، إذا مرت بك هذه الحالة اوعى تنسى سيدنا يوسف. كمان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بهذا الحال في حديثه الشهير، سبعة يظلهم الله إيه؟ في ظله يوم لا ظل إلا ظل. من بين هذه السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. يعني خلي بالك، كلمة منصب يعني في مقام الرئيس بالنسبة له، المدير المتحكم اللي بإيدها تقول له أنت تشتغل أو ما تشتغلش، تقبض كتير أو قليل، تنفصل من الشغل ولا تبقى حاجة كبيرة. دعته امرأة ذات منصب وجمال، مش مجرد إنها إنسانة كده ولا دميمة ولا لا ولا عجوزة، لا، وجمال. لكن هو كان رد فعله ايه؟ قال اني اخاف الله رب العالمين. ديني ده ايه ده؟ ده مراقبه. عشان كده من السبعه الذين ايه؟ الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. سيدنا ابن عطاء الله في الحكم قال قربك منه ان تكون مشاهدا لقربه منك. يعني جاب لك المعنيين بتوع الاحسان. خلي بالك، أن تعبد الله كأنك إيه؟ ها، تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. القربك منه
أن تكون مشاهداً لقربه منك. أنت لما تبقى قريب منه تبقى إيه؟ شايفه، صح ولا لأ؟ لما تبقى أنت قريب منه يبقى أنت شايفه. طيب ولما تبقى مشاهد له يبقى هو قريب منك، يبقى هو شايفك، صح ولا مش صح؟ فكأنه في هذه الحكمة جمع لنا معنى الإحسان بمعنييه، قربك منه أن تكون مشاهداً لقربه منك. فطول ما أنت قريب منه يبقى هو إيه؟ قريب منك. طول ما أنت مقبل عليه يبقى هو مقبل إيه؟ عليه. طول ما أنت شايفه هو إيه؟ هو شايفك كده يعني. بقول وهذا ما رفع مقام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم رسول الله في فضل سيدنا أبي بكر، قال: ما فضلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. إيه هو؟ هو هنا بيجيبوا دليل على المراقبة، لكن أنا شايف إن دي دليل على اليقين، واليقين بالطبع أعلى من المراقبة، لأن المراقبة ممكن تكون أثر من آثار اليقين. بشيء وقر في قلبه يعني اليقين. عند سيدنا أبو بكر كل شيء كأنه زي ما بيقولوا كده احنا في المثل متنظم، مستستف م م م م او مستستم، يعني ايه؟ كل حاجه في موضعها، هو شايف كل حاجه. وسيدنا علي قال كده، قال: لو كشف الغطاء، يعني لو رفع الحجاب، يعني ما ازددت يقينا. انا مؤمن بان كل حاجه ربنا بيعملها صح. وده برضو بيأكد لك معنى إيه؟ معنى المراقبة، معنى اليقين. أيضاً من معاني المراقبة قول الله تعالى لسيدنا عيسى، وهو قول سيأتي بعد، لم ينتهي بعد، لأنه هيأتي هذا السؤال يوم القيامة. ربنا هيقول لسيدنا عيسى وستنا مريم السؤال ده: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الإيه؟ الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أدي معنى برضو رقيب جاي مع معنى إيه؟ شهيد. شوف سيدنا عيسى بيقول لي عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا. لكن أنت يا رب الرقيب. كلمة شهيد هنا معناها إيه؟ كما في سورة الحاقة، في سورة قاف: في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني حاضر، قلبه حاضر. تعرف لما واحد يقول لك قلبه حاضر يعني إيه؟ يعني ضميره حي، الضمير بتاعه حي. ما ينفعش يمشي حرام كده هلسة ولا يقول ده لا لا أبدا، ما بيمشيش إلا الصح. بيقول مولانا القشيري رحمه الله تعالى ورضي عنه: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إشارة إلى حال المراقبة، لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه، أي بصدق التوجه، واستدامته لهذا العلم هي المراقبة، وهذا أصل كل خير. صحيح، لو واحد دايما ربنا في ذهنه، دايما ربنا في عقله، دايما ربنا في قلبه، دايما ربنا حاضر معاه، عمره ما يخزل في حياته ابدا ابدا. ليه؟
هو مصحي معنى حضور ربنا في ذهنه، فمش نايم، مش غايب، مش مريض، مش ميت، حي. فالله حي في قلبه وروحه، وهو ايه؟ وهو حي بإيمانه. نستمع إلى أذان المغرب ثم نعود. الحمد لله رب العالمين. بيقول مولانا ابن ذكري في هذا أو في هذه القاعدة: الملزوم لا يثبت بدون لازمه، يعني لا مراقبة إلا بصدق التوجه. طبعا سيدنا ابن عجيبة في شرحه للحكم كثيرا ما ذكر صدق التوجه وصدق المواجهة. صدق التوجه للسالك، لكن صدق المواجهة للمشاهد المعاين الذي وصل إلى حالة متقدمة من السلوك، نهايات الطريق. لكن خلينا نقول لا مراقبة إلا بصدق الإيه؟ التوجه، لأن الملزوم لا يثبت إلا بلازمة، زي ما احنا بنقول كده إيه؟ كل شيء أو الشيء ولزوم الشيء، الشيء وإيه؟ ولزوم الشيء. طيب هل الشيء يتم بدون لزوم الشيء؟ لا طبعا. زي انا مسلم اذا لازم اصلي، انا مؤمن اذا لازم اكون صادق، ادي المعنى. طيب انا مراقب يبقى لازم يكون عندي صدق توجه. انا مراقب لله، طب بعمل ايه بقى؟ عندي صدق التوجه الى الله.
ومن هنا كان الحض عليها حظا على عينه. كل المعاني دي عايز اقول لك كل المعاني دي بتصب في معنى الاحسان، كل المعاني دي بتصب في معنى التصوف، كل المعاني دي بتصب في معنى السلوك. كمعنى من معاني التصوف او في التصوف كعلم. قال ثم شبه دوران التصوف على هذا الاصل بدوران الفقه والأصول على أصليهما. دوران الفقه على أصل إيه؟ أصل الإسلام، ودوران الأصول على أصل الإيه؟ على أصل الإيمان. كما دار الفقه على مقام الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة، وكما دار أو دارت الأصول أصول الدين على مقام الإيمان اللي هو التصديق، ثبت بذلك أن التصوف أحد أجزاء الدين، لأنه جعل الدين في الحديث عبارة عن ثلاثة، عن الإسلام والإيمان والإيه والإحسان، بلازم الإسلام ولازم الإيمان ولازم الإيه ولازم الإحسان. عارفين الحديث طبعا، سيدنا جبريل نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا في سورة الرجل الأعرابي لا يرى عليه أثر السفر، وبعدين بس برضو رجل غريب لا يعرفه منا أحد، وجلس وأسند ركبته إلى ركبته وسأله ما الإسلام، قال أن تشهد إلى آخر حديث، قال ما قال صدق، ما الإيمان، قال أن تؤمن إلى آخر الحديث، قال صدق. حتى الصحابة قاعدين بيقولوا إيه، فعجبنا له يسأله إيه ويصدقه، إيه ده بيقول، ويقول له صدقت، حد يقول للنبي صدقت، كان عنده علم، هو مين ده اللي يقول للنبي صدقت؟ لكن الأدب خلى الصحابة كلهم ساكتين لحد ما سأله عن الإحسان. قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك إيه ترى. قال له بقى ما الساعة أو متى الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها إيه بأعلم من السائل. ده غيب، ده إيه غيب، وإنت من عالم الغيب يعني أنت أعرف بهذا، لأن الساعة غيب وإنت من عالم الغيب، الملائكة والجن ويوم القيامة والجنة والنار وكل ده من عالم الغيب، أنت أدرى. قال له برضو أنا عايزك أنت اللي تقول، أخبرني عن أماراتها أو رواية أشراطها، المهم العلامات بتاعتها ايه. قال له ان تلد الامة ربتها، يعني ان تلد الامة سيدها، وده حصل، وان ترى الى اخر الحديث. ثم انطلق فقال سيدنا رسول الله هذا جبريل جاء يعلمكم ايه دينكم. هل اللي بيعلم بالسؤال ولا بيعلم بالإجابة؟ أدي الكلام بيقول بقى هنا. قال ابن المنير وفيه دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما. السؤال الإيه حسن، يعني واحد بيسأل سؤال وعارف انه هيوصل لإجابة سديدة رشيدة، ده يسمى علم. زي لما يجي واحد كده، تخيلوا طفل في يوم من الأيام قال لشيخ من الشيوخ يا مولانا انت بتخطب لنا خطب كتيرة قوي، احنا عايزينك تخطب لنا عن ربنا. واخدين بالكم؟ اخطب لنا ايه عن ربنا، يعني قول لنا مين هو الله. فتخيلوا المعنى ده لما يكون مستقر في ذهن طفل، متأكد هو ان الشيخ ده لما يطلع المنبر ويخطب خطبة عن ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله وكل المعاني الجميلة ديت،
هيوضح معاني الألوهية والربوبية في أذهان العباد. صحيح، هتتجلى صورة مولانا في ذهن العباد. شوف السؤال بسيط أوي، حدثنا عن الله، اخطب لنا عن ربنا كده. أهو سيدنا جبريل سأل، كان عنده علم ربما، بدليل انه قال له ايه؟ صدقت. قالوا لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال ومع ذلك فقد سماه معلم. أنا بقول كمان أو لأنه كان سببا فيما كان بعد من الجواب الذي كان من ورائه العلم. وأنا لما أسأل سؤال وأعرف إن في جواب والجواب ده هيفيد الناس، يبقى أنا اللي علمت الناس ديت ولا لأ؟ ولذلك رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة، كفونا عشرات ومئات وآلاف الأسئلة من خلال سؤالهم لسيدنا مولانا رسول الله. كل سؤال من الصحابة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإيمان ولا الإسلام ولا الإحسان ولا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة إلى آخره إلى آخره، كل سؤال كان قد يعن لأحدنا. فلما هم يسألوا سيدنا النبي يجاوب، كأنهم كفونا أن نسأل الآن كان مين اللي هيجاوبنا النهاردة. لكن لما سألوا النبي فالنبي إيه؟ جاوبهم وجاوبنا معاهم، فكانت الإجابة لنا ولهم، وكانوا هم بالنسبة لنا إيه بقى؟ معلمين، علمونا من خلال إيه؟ من خلال سؤالهم. في الآخر بيقول المقامات ثلاث: مقام الإسلام وهي العمل من حيث ظاهره في قبوله وسقوط التكليف به أو في رد. مقام الثاني مقام الإيمان وهو اتفاق الظاهر والباطن في أداء العبادة مع تخلل الغيبة، وفي هذا رجاء النجاة. ومقام الإحسان وهو اتفاق الظاهر والباطن مع المراقبة في جميع العمل حتى لا تتخلله غيبة بوجه، وهذا هو الأكمل في حق طالب النجاة. يقول ابن خلدون: وتجري هذه المقامات. شوفوا سيدنا ابن خلدون اهو بيشهد بذلك، بأن التصوف اهو علم مع مقام الإيمان ومقام الإسلام والإيمان والإحسان. وتجري هذه المقامات الثلاث في جميع العبادات والتكاليف، وهذا هو معنى ما يقوله بعض الأكابر من أن للشريعة ظاهرا وباطنا، بمعنى أن لها حكما على المكلفين من حيث ظاهر أعمالهم وحكما عليهم من حيث باطن أعمالهم. القاعدة السادسة: الاصطلاح على الشيء بما يدل على معناه ويشعر بحقيقته ويناسب موضوعه ويعين مدلوله من غير لبس ولا إخلال بقاعدة شرعية ولا عرفية ولا رفع موضوع أصلي ولا عرفي ولا معارضة فرع حكمي ولا مناقضة وجه حكمي مع إعراب لفظه وتحقيق ضبطه لا وجه لإنكاره. تعرفين الجملة الاعتراضية بدأ منين؟ من أول من غير لبس، عشان نفهم الكلام بقى. هنقرأ تاني: الاصطلاح على الشيء، واحد بما يدل على معناه، اثنين ويشعر بحقيقته، ثلاثة ويناسب موضوعه،
أربعة ويعين مدلولة لا وجه لإنكاره. الكلام يتفهم بالشكل ده. لا وجه لإيه؟ لإنكاره. كلمة اصطلاح يعني إيه؟ اصطلاح ده معناه العنوان. إحنا عايزين نتفق، هو ليه علم النحو يسموه علم النحو؟ وليه علم الصرف يسموه علم الصرف؟ هو ليه علم الفقه يسموه علم الفقه؟ ليه البلاغة سموها علم البلاغة؟ ليه البيان سموه علم البيان؟ ليه الدعوة سموها علم الدعوة؟ ليه التصوف سموه علم التصوف؟ ليه 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 إلى آخره؟ ليه؟ اصطلاح. اصطلاح يعني إيه؟ يعني أهل هذا الفن اتفقوا، هذه معنى اصطلحوا، أهل هذا الفن اتفقوا على أنه اسم كذا وموضوع كذا وفضل كذا وثمرته كذا، اللي هي المبادئ الايه العشر، ادي معنى الاصطلاح. قالوا بس الكلام ده ممكن يقبل وممكن يرفض. ايوه صح، انا معاك. انت ممكن تيجي لناس كده ملهاش في الفقه، ملهاش في الفقه ولا اصول الفقه ولا القواعد ولا يقول لك ايه يعني ليه ده، ايه ده كله، ما تسموها فقه وخلاص، ما تسموها احكام، بلاش فقه. نيجي عند ناس تانيين، انا بتكلم عند الناس اللي ملهاش في العلم، انا بتكلم في الناس اللي ملهاش في العلم. يجي ناس تانية تقول لك ايه هو يعني ايه فقه، ايه النحو ده، ما نقول ضبط الكلام وخلاص، ما نقول ضبط الكلام، مش لازم نقول إعراب، مش لازم نقول بناء، مش لازم نقول نحو. طيب وهكذا، أنا بضرب لكم بس مثال. هيجي ناس برضو تانيين يقولوا إيه هو يعني إيه التصوف ده، إيه معنى التصوف، مفيش حاجة اسمها تصوف، ما تقولوا اسمها تزكية النفس وخلاص، ما تقولوا السلوك إلى الله، ما تقولوا هجرة إلى الله، ما تقولوا كده وخلاص. مش أنتوا بتقولوا ربنا بيقول وأن إلى ربك المنتهى، خلاص السير إلى الله. مش أنتوا بتقولوا السلوك وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ما بلاش تقولوا التصوف. أنتوا واخدين بالكم الكلام؟ يوم علماءنا بقى العلماء بقى يقول لك إيه بقى؟ خلاص يا سيدي، لا مشاحة في الاصطلاح. كلمة لا مشاحة يعني إيه؟ لن نختلف في معنى المصطلح. مش هنقول يا سيدي إيه معناه، مش هنقول اسمه كذا. إحنا هنخلينا في المضمون، هنخلينا في المسمى مش الاسم. أنتوا عايزين تسموه تصوف، قابلين تسموه تصوف ماشي، مش قابلين سموه زي ما انتم عايزين تسموه. بس المهم خلي بالكم، احنا هنحدد اربع حاجات للمصطلح. ايه المصطلح؟ يعني لو قلنا مثلا كلمه تصوف، يبقى عايزين اربع حاجات ياكدوا ان ده اسم تصوف، عشان ما نشيلش كلمه تصوف ونحط مكانه كلمه تزكيه، أو ما نشيلش كلمة تزكية ونحط مكانه كلمة إحسان، لأن الإحسان ده مجال، التزكية مجال، التصوف مجال. مش عايزين نشيل كلمة التصوف ونحط مكانها نحو، مش عايزين نشيل كلمة النحو ونحط مكانها فقه. أي مصطلح عايزين فيه أربع حاجات. ها إيه؟ واحد، الاصطلاح على شيء، واحد بما يدل على معناه، اثنين يشعر بحقيقته، ثلاثة يناسب موضوع، أربعة يعين مدلوله. الجملة الاعتراضية بقى اللي هي الطويلة ديت، من غير لبس ولا إخلال بقاعدة شرعية ولا عرفية ولا رفع موضوع أصلي إلى آخره، ها ماشي، لكن أصل الكلام بعد ويعين مدلولة ألا وجه لإيه؟ لإنكار، صح؟ إذا أنت جبت شيء مصطلح
أو عنوان وعرفت تعريف تضمن هذه الأربعة بما يدل على معناه ويشعر بحقيقته ويناسب موضوعه ويعين مدلوله لا وجه لإنكاره. طب واللي ينكره اسمه جاحد، الله يفتح عليه. نسميه جاحد، نسميه جاهل، ايا كان، لكن هو مش هيبقى له، ملوش نصيب من العلم، ملوش نصيب من الحق. واخدين بالكم؟ طيب ارجع كده للتصوف يا سيدي. قال اسم التصوف ده مصطلح ولا مش مصطلح بقى؟ ارجع بقى الكلام ده، هو ارجع للي قبل كده، الاصطلاح اهو، الاصطلاح على شيء اللي هو التصوف، لانه عرفي مفهوم تام التركيب. عرفي يعني ايه؟ تعارف عليه العلماء، مفهوم، ايوه، ما احنا قلنا له اصل قبل كده في الحكمه اللي قبل كده. تام التركيب يعني ما يدل على معناه، فيه ما يشعر بحقيقته موجود، ما يناسب موضوعه موجود، ما يعين مدلوله موجود، من غير موهم ولا ملتبس ولا مبهم، بل اشتقاقه مشعر بمعناه. أدي واحد، كالفقه لأحكام الإسلام والأعمال الظاهرة والأصول لأحكام الإيمان وتحقيق الإيه؟ المعتقد. فاللازم فيهما في إيه؟ ها؟ اللازم في الفقه واللازم في الأصول، فاللازم فيهما لازم إيه؟ فيه لاستوائهما في الأصل والنقل. قال يبقى فافهم، يعني افهم أن التصوف جامع لمعاني الإسلام ومعاني الإيه؟ الإيمان. وأنا قلت قبل كده أو ربما ذكرت لكم أن إحنا عندنا أركان الإسلام وعندنا أركان الإيمان. واحد يقول لك طب إيه أركان الإحسان؟ هي أركان الإيمان وأركان الإيه؟ هي أركان الإسلام وأركان الإيه؟ وأركان الإيمان. إذا جمعت بين الإيمان، بين الإسلام والإيمان، كأنك إيه؟ حصلت على أركان الإحسان. تعالوا نشوف مولانا بقى مش معانا في القاعدة دي قال لنا إيه؟ وهنبدأ من عند كلمة إيه؟ التصوف. قال واسم التصوف من ذلك، يعني من ذلك الاصطلاح. بسم الله. واسم التصوف من ذلك، يعني مما اجتمعت فيه الأمور المذكورة الأربعة، لأنه عرفي انعقد الاصطلاح عليه واشتهر قريب 200 من الهجرة. كلمة عرفي يعني تعارف عليه العلماء، وربما وصل هذا التعارف إلى الناس، يعني الناس تقبلت، بدليل ان الامام القشيري كتب في التصوف، لا وقبل منه اللي كتب في التصوف مين؟ سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي، وكتب الأربعون في التصوف. إذن كلمة التصوف كمان كانت موجودة في القرون الثلاثة الأولى، في القرون الثلاثة الأولى اللي هي خير القرون اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها. وبعضهم قال إن التصوف في أصله عائد إلى أهل الصفة، أهل الإيه؟ كان اسمهم كده في حياة سيدنا النبي، كان اسمهم كده أهل الصفة، ودول اللي نزلت فيهم الآية الكريمة من سورة الإيه؟ الكهف، كما أشرنا إلى ذلك إيه؟ آنفا. يبقى
التصوف بالشكل ده لما تعرف عليه العلماء والسلف الصالح منذ القرن الثالث الهجري يبقى عرفي ولا مش عرفي؟ يعرف، يبقى تعرف عليه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم، يعني معناه مفهوم. تام التركيب على ما يقتضيه قياس الظاهر وعلى ما يقتضيه علم الإعراب والضبط، غير موهم، يعني ليس فيه ما يخل بقاعدة شرعية. وذلك أي شيء يخالف الشرع ليس من التصوف في شيء، زي ما احنا بنقول كده، من ليس من الإسلام فليس من التصوف. من ليس من الإسلام فليس إيه؟ اللي الإسلام يقول لا ده أنا بريء منه، التصوف كذلك بريء منه. بس الإسلام، بس الإسلام يكون إيه؟ مش المسلم، لا، الدين. الدين مع مراعاة الإيه؟ الأفق الواسع للفهم. تاني، مع مراعاة الإيه؟ الأفق الواسع للفهم. وأنا بقول الكلام ده عشان نيجي نقول سيدنا موسى اعترض على سيدنا الخضر، وكان عنده حق. الإسلام كان ضد الفساد وما زال وسيظل، صح ولا مش صح؟ أول ما شافوا خرق السفينة اعترض ولا ما اعترضش؟ اعترض. لكن لما تجلى لسيدنا موسى حقيقة الأمر قبل ولا ما قبلش؟ قبل. يبقى ده إسلام برضو ولا مش إسلام؟ ها؟ إسلام. يبقى قبل ما سيدنا الخضر يقول له حقيقة خرق السفينة كان الكلام ده مردود مرفوض، لحد ما قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. كان سيدنا موسى عنده الحق، لحد ما سيدنا الخضر قال الكلام ده بقى سيدنا الخضر هو اللي عنده الايه؟ اللي عنده الحق. فمين اللي أضاف إلى علمه هنا؟ سيدنا موسى أضاف إلى علمه علم الايه؟ علم سيدنا الخضر. وصح بقى الاثنين واحد، الشريعة والحقيقة، الظاهر والباطن. لذلك أنا بقول لك إيه، كل ما يرفضه الإسلام يرفضه التصوف، من ليس من الإسلام ليس من التصوف، مع إدراك الإيه، الفهم الإيه، كده. ما يجيش واحد يقول إيه، طبعا الفساد ليس من الإسلام، وشوف مثلا شكل من الأشكال ده، نقول له خلي بالك ابحث في الموضوع لحد ما تتحقق إن ده ليس من الإسلام، إذا تأكد يبقى ليس من التصوف قطعا. وما ليس من الإيمان أيضا ليس من التصوف، لأن الإحسان جماع الإيمان جماع الإسلام والإيمان. فما ليس بإسلام ليس بإحسان، ما ليس بإيمان ليس بإحسان. ولا ملتبس لأنه لم يطرأ له اشتراك، ولا مبهم لأنه معروف بالعالمية، بل للانتقال لا على جهة الإبطال. اشتقاقه على حذف مضاف أي ملاحظة مادته أي معناها الأصلي مشعر بجنس معناه العرفي، فأصل التمييز حاصل بذلك مع قطع النظر عن العالمية. ثم أكد انتفاء وجه الإنكار، ما تنكرش التصوف، بيقول وللمنكر يعني لا وجه لإنكارك التصوف، بالإتيان بنظيرين مسلمين كالفقه لمعرفة أحكام الإسلام والأصول لمعرفة أحكام الإيه؟ الإيمان. يبقى التصوف لمعرفة أحكام الإيه؟ الإحسان. كالفقه الموضوع عرفا
لمعرفة أحكام الإسلام. وخلي بالكم النبي لما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل سيدنا النبي يقصد يفقهه في الدين يعني الأحكام الظاهرة فقط؟ الله يفتح عليه. يفقهه في الإيه؟ في الدين. طب ما احنا قلنا الدين ثلاثة، الدين إيه؟ الدين إسلام وإيمان وإحسان. يبقى كلمة الفقه هنا كانت مصطلح، أو هي مصطلح يتشعب أو يتسع لكل المعاني الثلاثة. إحنا خدناها أو الفقهاء خدوها على أنها الأحكام الظاهرة، خير وبركة مفيش خلاف، بس لا تنحصر عندهم، وإنما هي إيه؟ شامل، بدليل أن الأصول كمان من الفقه، بدليل أن التصوف كذلك من الفقه. هو اللي عمله سيدنا الخضر مع سيدنا موسى ده مش فقه برضه؟ مش توسيع لمعاني فقه الدين؟ فهموا ان في جانب كان هو غافل عنه سيدنا، او كان مجهول بالنسبه لسيدنا موسى عليه السلام بالفعل، لحد ما عرفه قال له خلاص سلم. كالاصول الموضوع وكالأصول الموضوعة عرفا لمعرفة أحكام الإيمان وتحقيق المعتقد، فاللازم فيهما من التسليم والإذعان وعدم الإنكار لازم فيه، يعني في التصوف، فلا يعترض بأن هذه تسمية مبتدعة لم تكن في زمن الصحابة والتابعين لاستوائهما، أي المقيس الذي هو التصوف والمقيس عليه الذي هو الفقه والأصول في الأصل، وهو أن كل منهما لفظ تام التركيب جار على نهج قواعد الإعراب متقن الضبط موضوع لمعناه والنقل، وهو أن كل منهما نقله العرف الخاص لمعنى آخر بلا لبس ولا غيره مما تحرز عنه فيما تقدم فافهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.